أكملت مدينة أصيلة شمالي المغرب كامل استعداداتها لاستقبال ضيوف المدينة في حفلها السنوي الصيفي الذي يمتد طيلة أسبوعين. المدينة التي تخرج عن هدوئها السنوي لتتحول لملتقى للنقاش وللإبداع، تقدم لزوارها في موسمها 34 معارض فنية وسهرات موسيقية وأيضا عروض أزياء. المزيد في تقرير الزميل عادل الزبيري. في تقليد سنوي، جدران الحي العتيق لمدينة أصيلة لبست ألوان جداريات جديدة، فالعابرون يمتعون النظر ببهي ما أبدعه التشكيليون. تخرج أصيلة من هدوئها السنوي لتتحول لملتقى للنقاش وللإبداع. أصيلة كانت دائما يعني منتدى للنقاش ولتبادل الرأي بشكل حر حول ما يجري في العالم، سواء كان العالم العربي أم في العالم بأسره. طبعا ما يميز نقاشة أصيلة هي أنها نقاشة مفتوحة وتبقى مفتوحة أمام الجمهور. في الدورة 34 من موسم أصيلة، ضيف شرف الافتتاح الرسمي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية السابق. والأزمة الاقتصادية في أوروبا وعلاقتها بالربيع العربي أول ندوات الموسم ليجلس المتباعدون سياسيا من الشمال والجنوب لتقريب وجهات النظر. من الطبيعي أن يستمر هذا المهرجان وأن يصبح له صيت دولي وعالمي وأن يتمكن من استقطاب نخب عربية كانت في الماضي تناوئ هذا المهرجان والآن فهمت بأنه لا منصة من الاندراج ضمن منظومة هذا المهرجان من أجل إبراز الخصوصية العربية. على امتداد أسبوعين اثنين، تقدم أصيلة لزوارها عبر موسمها السنوي معارض للفنون الجميلة وسهرات موسيقية وعروض للأزياء. يفتح الأصيليون أبواب مدينتهم العتيقة مرة في السنة بمناسبة الموسم الثقافي. يأتي الزوار ليتابعوا النقاشات، ولكن أيضا ليستمتعوا بهذه المدينة الساحلية على المحيط الأطلسي. عادل الزبيري، العربية، مدينة أصيلة، شمالي المغرب.